إلى هالغابة 50 سنة، وكانت منظر للبشر كل هالغابة يشوف الواحد من طريق حمص، منظر ما في أحلى منه. وراح وراح وراح. لم تشفع أكثر من 200 عام قضتها جذور أشجار سوريا بعمق تراب الوطن من أن تعفيها من خوض أوجاع الحرب وفاسدها. قاموا كما ترون بحرق كرفاني تابع لدائرة الحراج بعد إنزال الحارس منه وإحراقه بشكل كامل والاعتداء عليه. بعضهم قطع شجرة علّه يبعد عن قلبه وقلب أطفاله برد الإهمال والنسيان والتقصير. ليش تعبت قص شجر؟ سؤال. بدي الدفع. ليش؟ كيف يعني؟ بدي الدفع، عندي أولاد، أنا عندي أطفال بدأت الدفع. شوفي سجل اللي بدك يتسجل وسجل. بدي الدفع. مازوت ما عندي. ماني قادر اشتري مازوت. بعضهم وما أكثرهم قطع وقطع وقطع طمعا وفسادا دون أن يشبع أو حتى يردع. عن أشجار وطننا المغتالة سنتحدث اليوم في هذه الحلقة الخاصة من خارج العاصمة. خارج العاصمة يأتيكم في الأوقات التالية.